يسعد لي مساكم بالخير متابعينا متابعين قناة شريك حياتي، واهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. اتمنى اموركم كلها تكون زين وصحتكم تكون على احسن حال. قناة شريك حياتي هي قناة هدفها توفيق رصين بالحلال من غير مقابل، فقط كل اللي عليك انك تشترك بالقناة وتفعل جرس الاشعارات مشان يصلك كل فيديو جديد من قناتنا. قناتنا اهم مبدأ عندنا هو الامانة والجدية والمصداقية، فالطلبات بنعرضها كيف ما بتوصل لينا ما بنغير فيها اي شيء. كمان انت لما تحب انك تعرض طلبك عنا لابد انك لما تيجي تكتبها في التعليقات بعد ما تشترك بالقناة وتفعل على جرس الإشعارات إنك تكتب لنا مواصفاتك كاملة، لكن بكل أمانة وجدية ومصداقية، ومواصفات الطرف الثاني اللي تتمنى تكمل معه باقي حياتك أيضا، وإن شاء الله راح يكون نصيبك من خلال قناتنا. اليوم معي طلب لسيدة غنية، هي بتبحث عن صاحب القسمة والارتباط. هي السيدة أرملة وليس لديها أطفال، بسبله من الطول 163 سنتي ووزنها 68 كيلو، بيضاء البشرة وعينها سوداء واسعة، شعرها أسود طويل ناعم منسدل لأسفل الظهر، وهي جامعية الدراسة. شخصيتها شخصية بتحب السفر وتجيد الطبخ كهواية، فرفوشة وحبوبة وطيبة جدا وجدا رومانسية، وتحب الأطفال، مسامحة وقلبها كبير، حساسة، بتحب الرقص والفرفشة، وفي عملها شخصية قوية، لا تحب الجدال ولا الأخطاء، وفي الحياة الخاصة هي لا تقصر أبدا مع طرفها الثاني. تحب أن تهتم بشكلها وبنظافتها وأناقتها، وتحب رائحة العطور والبخور. بتبحث عن صاحب القسمة يكون متسامح وكريم وشخص متفهم، رومانسي ورياضي الجسم ويمارس الرياضة، إنسان كريم النفس واليدين، متعلم ويحترم النساء، كبير بعقله وقلبه وملتزم وليس متشدد، مرح ويحب السوالف، طويل وعريض الكتفين، وإنسان يكون ممتع ورائع ومحبوب لدى الجميع. من صفاته أيضا أن يكون رؤوف ولافت ومتفهم وشخص مشرق الجبين، من الأشخاص الذين بيسعون لحل أي مشكلة بالهدوء وليس بالصوت العالي والعصبية، فهي لا تحب الأشخاص العصبيين وأصحاب الصوت العالي. إذا كانت مواصفاتها متناسبة مع صفات الطرف الثاني اللي بتتمنى إنك تكمل معاه حياتك، اكتب لها في التعليق إن هي مناسبة إلك، وصاحبة الطلب هي نفسها اللي راح تتواصل معك من خلال التعليقات مع الشخص اللي هي شايفة من وجهة نظرها إنه مناسب إلها. لكن لو مواصفاتها مختلفة عن المواصفات اللي بتتمناها في الطرف الثاني، فاكتب لنا في التعليق بعد ما تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات مواصفاتك بكل أمانة وجدية ومصداقية، ومواصفات شريك الحياة اللي بتتمنى تكمل معاه حياتك، وإن شاء الله يكون نصيبك من خلال القناة. وهيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ولكن قبل أن تغادروا لا تنسوا بصمتكم الجميلة، لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات مشان يصلك كل فيديو جديد من قناتنا. أراكم على خير في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.